عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بك في حلقه من مدرسه اللاهوت كنا نتكلم عن المسيح الوسيط الوحيد في الحلقه السابقه وامتدادا لنفس الحلقه امتداد الحلقه السابقه نكمل نفس الموضوع لانه المسيح هو الوسيط الوحيد لماذا الحقيقه لم توجد معرفه الله من دون وسيط معرفة قادرة أن تخلصنا فنشوف الرسول بولس يوضح ده في روميا واحد الآية 16 بيقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني وفي كرونسوس الأولى الأصحاح الأول الآية 24 بيتكلم مرة تانية يبقى هنا كان لليهود أولا ثم لليوناني اليهود أولا اللي هم شعب الله اللي كان المسيح جاي لهم رفضوا فأصبحت الدعوة مفتوحة للأمم لليونانيين وظلت طبعا مفتوحة ف... لليهود فبقت مفتوحة للجميع دعوة المسيح كرونس الأولى يا تطلع قدامنا كورس الاولى صح الاول والايه 24 واما للمدعوين يهودا ويونانيين خلاص بقى هنا كله مع بعض فبالمسيح قوه الله وحكمه الله هنا المسيح كمان لا يتحدث عن عصره بس بل يشمل جميعنا بولس الرسول خدنا شاهدين لكن كمان لو اتنقلنا ان المسيح نفسه لما تحدث عن نفس الكلام لا يتحدث عن عصره فقط بل يشمل جميع العصور عندما يقول وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع الذي ارسلته يوحنا 17 الايه 3 هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته دي يوحنا 17 الايه 3 رسول يوحنا في انجيل يوحنا اصحاح 17 ايه 3 بيتكلم على على العلاقه بتاعتنا يعني بالله الاب من خلال المسيح الحياه الابديه ان يعرفوك الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته الحقيقه انه هنا واضح ان الكل بيتفق على انه اللي يقبل عمل الله في المسيح ولكن كان في نقاش في وقت الاصلاح عن فكره انه الله مش ظالم هيخلص كل الناس وخلاص الحقيقه انه هاخد راي كالفن في الفكره دي هو طبعا احنا موافقين على هذا الراي بس بتكلم انه من 500 سنه اترد على الموضوع ده الما اشنع حماقه الذين يفتحون باب السماء لجميع الاشرار وغير المؤمنين من دون نعمه ذاك من نعمه ذلك اللي هو المسيح يعني الذي يعلم عنه الكتاب المقدس انه الباب الوحيد الذي من خلاله ندخل الى الخلاص وهنا ده طبعا تفسير ليوحنا عشر الايه تسعة فالحقيقه الفكره اللي لسه بعض الناس بتقول بيها مردود عليها من 500 سنه بعد كل اللي قاله الله بعد كل العمل المسيح العمل الكفاري اللي عمله المسيح وبعد كل الاعلانات من يقبل الي لا اخرجه خارجا ومن لا يقبل انا واقف على الباب واقرا ان فتح احد مش هيدخل عنوة مش هيدخل غصب عنك فكل الاعلانات بتوضح انه مش كله هيدخل لا يمكن ولما المسيح بيقول انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى الحقيقه ان يوحنا عشر الايه تسعه على لسان المسيح هو قال انا هو الباب اللي هيدخل من الباب اللي مش هيدخل من الباب اكيد ملوش نصيب ولكن ان كان احد يريد ان يحصر تصريح المسيح هذا بنشر الانجيل عموما فنحن مستعدون على راي كلفن في الحته دي قال احنا مستعدون لدحض هذا الراي فقد كان المفهوم الشائع عبر العصور ان الناس ابتعدوا عن الله واستشهد كالفن بكلام الرسول بولس في افسس 4 18 بيتكلم عن الناس اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياه الله لسبب الجهل جهل الروحي الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم يبقى أكيد الكل مش الدخول من الباب قبول عمل الله فقط هو اللي هيدخل من الباب المسيح قال أنا هو الباب اللي يدخل من الباب آه وكمان الكتاب أعلن أنهم تحت لعنة اللي هم غير مقبولين في غلط يا الآية عشرة لأن جميع الذين هم من أعمال النمو الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب بيرجع للقديم ويوضح جديد ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به الحقيقه كل دي اوصاف للناس التي يعني الناس الذين لا يقبلون الذين لا يقبلوا فمن لا يقبل يعني من يقبل الي لا اخرجه يقبل عمل المسيح ابسط حاجه يوحنا واحد اتناشر واما كل الذين قابلوا الذين قابلوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه لكن الغير مؤمن اكيد هو طبعا مش الله مش ظالم فيدخل كل الناس السماء وخلاص ده ده الحقيقه نوع من يعني فكره اكيد فكره شيطانيه اه الناس بتستعملها كفكره عداله لكن فين العداله ده بالعكس دي ضد ضد العداله كمان الكتاب بيقول على انه الناس دول اسمهم ابناء الغضب آه فنقارن في الحته دي افسس 2 3 الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا لا يمكنهم إرضاء الله دون مصالحة الحقيقة أنه يمكن كمان خلينا بقى على لسان المسيح نفسه بعد هذه التوضيحات أثناء المسيح ما هو موجود على الأرض وبداية الحياة الكرزية بتاعته على الأرض نلاقي من اوضح الامثله طبعا للشخص المتدين يوحنا ثلاثه الرجل الشيخ المتدين لكنه محتاج يجي للمسيح وبعدين جاي بقى نعلم انك من الله وانا جاي لك يعني وجاي في الليل جاي مستخبي عشان ما يعني شيخ يهود كبير لكن جاي للمسيح ده اكيد الروح القدس دفعه انه يروح للمسيح ويسال فقال له ينبغي ان تولدوا من فوق وطبعا في الاول نيقوديموس فهم ماديا فقال له انا شيخ ادخل بطن امي لكن المسيح طبعا كان بيوضح انه دي حاجه روحيه لانه حتى انجيل يوحنا من البدايه كل الذين قابلوه اعطاهم سلطان كل الذين قابلوا عمل المسيح اخذوا سلطان روحي انهم اصبحوا ابناء الله روحيا. لكن كمان في يوحنا اربعه نلاقي بقى يعني نيقدموس راجل متدين بس ناقصه ان يفهم ان قمه الاعلان مش الملكوت الارضي اللي هما بيحلموا بيه لكن ملكوت السماوات اللي ينبغي يعني ان تولدوا من فوق عشان تبقوا اعضاء في ملكوت السماوات مش الملكوت الارضي اللي في مخكم لكن المسيح جاي ينادي بملكوت الله ملكوت السماوات طبعا مش هيكون في ملكوت السماوات غير عضو ملكوت السماوات لكن لو اتنقلنا بقى لحد بقى يعني عكس ان الراجل متدين حد بقى غير متدين دنيته ملخبطه على الاخر مراه سامريه في يوحنا أربعة نلاقي انه القصه معروفه لكن انا عايز اركز على المفاهيم اللي فيها اعلان انه ما ينفعش يكون غير المسيح آه السمرية قالت له انتم تسجدون السمرية بتقول له إن احنا ده جبل مش عارف ايه وده يعقوب وده مش عارف بنالنا ايه وده عملنا ايه و يعني لانه يعني وقت المسيح ما كان على الارض كان قبل كده حصل السبي قبل بقرون وبعدين اتثبت مملكه الشمال وبعدين لحقتها مملكه الجنوب وبعدين ظلت مملكه الجنوب فيها العباده الحقيقيه مملكه الشمال السامره الجنوب اليهوديه عشان كان المسيح لما بعت التلاميذ قال لهم اليهوديه اورشليم فاليهوديه في, في السامره فالمراه السامريه يبقى بالنسبه لل يعني هي بتعتبر اليهود اعدائها وكمان اليهود بيعتبروا السامريين اعدائهم لكن المسيح لما قابل الست دي وابتدى اتكلم معاها قالت له انت بتكلمني ازاي ازاي, ازاي كيف تطلب مني ان تشرب وانت يهودي يعني انت راجل وانا امراه سامريه فالمهم اذهبي وادعي زوجك والقصه المعروفه لكن الفكره بقى ايه انتوا بتسجدوا بقى خلاص انت يهودي وانا سامريه انتوا بتسجدوا في مش عارف في جبل ايه واحنا في جبل ايه انتوا ده مكان العباده بتاعتكم وده مكان العباده بتاعتنا لكن المسيح بقى النقله قال انتم تسجدون لما لستم تعلمون. اما نحن فنسجد بكلامك كشخص لسه يعني واحد من ضمن اليهود اللي بيعبدوا ربنا. اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود. يوحنا 4 22: انتم تسجدون لما لستم تعلمون. حاجه عمياني. اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود الحقيقه بهذه الكلمات ادان يسوع كل الديانات الوثنيه التي تعبد الله اسما او اسميا يعني هم بيعبدوا الله لكن هم خالقين لنفسهم او الههم خالق لنفسه اسم الله لكن ما بيعبدوش الله بحق مش بيعبدوا الله الحقيقي فبهذه كلمات كلمات المسيح في يوحنا 4 الايه 22 انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود الخلاص هيبدا من اليهود هم دول فضلوا بيعبدوا ربنا هو ده سبط يهوذا هو ده اللي جه منه المسيح هو ده الوعد وهنا بين فكرها أنه مش بس أنتوا بتسجدوا أنتوا بتسجدوا عمياني أنتوا فاكرين نفسكم بتعبدوا ربنا بس الحقيقة العبادة بتاعتكم شكلية لدرجة أنها ممكن تسمى مع أنه مفروض بيعبدوا الله بس الله بتاعهم ممكن يكون أفكار عن الله لكنه ليس الله الحقيقي فبهذه الكلمات أدان يسوع كل الديانات الوثنية التي تعبد الله بالاسم معتبرا إياها ديانات مزيفة ومقدما السبب وراء ذلك وهو أن الوعد بالفادي أعطي تحت الشريعة للشعب المختار وحده للبداية البداية فهنا بينقلنا أنه الله اختار شعبه فكان بدايه لانه يبقى العهد الجديد مع شعب هيعبده روحيا فهو ان الوعد بالفادي اعطي تحت الشريعه للشعب المختار وحده من هنا نستنتج انه لم توجد عباده مرضيه عند الله الا تلك التي توجهت الى المسيح على هذا الاساس ايضا يصف بولس حاله الوثنيين السابقه بقوله في افسس 2 الايه 12 الايه 12 افسس 2 انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعويه اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا اله في العالم. يعني هم فاكرين بيعبدوا ربنا لكن هم بلا من غير الله الحقيقي ان كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل ده بيتكلم للأمم في الأول وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم ده أفسس 2 الآية 12 في يوحنا في إنجيل يوحنا الأصح الأول والآية 4 لما يوحنا يعلم أن الحياة كانت في المسيح من الأصل فبيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس الاعلان جاء من خلال المسيح كان في العهد القديم من خلال تقديم الذبائح لكن لما جاء المسيح الذبيح الاعظم اللي تحققت فيه كل الذبائح كان قدم نفسه فديه وكفاره مقبوله تماما فالعالم اذا كان خسر الحياه بسبب الخطيه لكن عاد او المسيح اعطانا عوده بالنعمه آه ليه اللي كان النور العالم كان هو الحياه ولو كملنا في يوحنا واحد الايه عشرة كان في العالم وكون العالم به يعني خلق ولم يعرفه العالم الحقيقة من ضروري من ضروري جدا أن نرجع للمصدر أن نرجع للمسيح ده سواء اليهود يرجعوا بالذبايح زمان ويفضلوا ينتظروا المسيا لكن هذا المسيا جاء مخلصا روحيا وليس ماديا ولن يحكموا الارض ولن يكسروا الدوله وقتهم يعني مش هيكسروا الدوله الرومانيه ومش هيحكموا مكان الدوله الرومانيه لكن المسيح جاي يقول لهم على ملك روحي ملكوت السماوات خلينا بعد فصل نكمل هذا الجزء شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على bobox.com. 3610 Seal Beach, California 90740 المسيح كانت فيه الحياه والحياه كانت نور الناس المسيح كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم اعتقد بعدنا حافظ الايات دي في انجيل يوحنا الاصحاح الاول الايه 4 وبعدين الايه 10 كان في العالم وكونا يعني خلق العالم ولم يعرفه العالم الحقيقه انه لابد من الرجوع الى المصدر الى المسيح الى مركز زمان الذبايح لكن اصبح النعمه جاءت في المسيح فاصبح هو السنتر لابد من التوجه للإيمان بالمسيح وإلا لن تصبح ابنا روحيا هكذا أيضا المسيح بقدر ما هو المكثر عن الخطايانا يعلن نفسه أنه هو الحياة ففي يوحنا 11 25 المسيح قال لمرثى قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا يبقى هنا هو الحياة هو القيامة والحياة هو اللي كون به العالم هو اللي لابد نلتجئ إليه للخلاص من غير المسيح مفيش طريق إلى الله عشان كده كمان في يوحنا 14 الآية 6 قال يسوع أعتقد معظمنا حافظ الآية دي أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي مش هتقدر تنت... تتواصل مع الله غير من خلال المسيح بالتأكيد أن ميراث السماء هو ملك أولاد الله وحدهم ففي متى خمسة الآية تسعة وعشرة في الموعظة على الجبل نلاقي طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون هنا أبناء الله صانع السلام لأن الله هو خالق السلام هو مصدر السلام واللي بيصنع السلام دعي هنا ابن الله ومش هيقدر يصنع سلام غير أبناء الح... الله الروحيين طبعا طوبى للمطرودين من أجل البر أن لهم ملكوت السماوات المطرودين من أجل البر دول مش الخطاة دول المؤمنين بالمسيح اللي طردوا من اجل البر طردوا من اجل أنهم هم اصبحوا اعضاء في ملكوت السماوات فالشيطان بيحاربهم من خلال الناس من خلال ظروف من خلال امور كتيره لان لازم ناخد بالنا انه محاربتنا ليست مع دم ولحم محاربتنا مع قوات الشر الروحيه ما كنتش مرتبط بالله وفي علاقه حيه مع الله فانت بعيد عنه انت في الجانب المضاد الحقيقة أنه لا يمكن أن نعتبر أنه الشخص الغير مطعم في شخص في جسد المسيح أن يكون بنفس منزلة الأولاد ورتبتهم وعلى فكرة نقدر نقول هنا يضل الشهود يهوى الشباب بأمور زي كده الحقيقة يعني الغريبة أن احنا الواحد يفتكر بقى شهود يهوى دول خلصوا اكتشف ان هم شغالين من تحت لتحت وبيخدم الشباب اللي, اللي ممكن يؤمن ان المسيح نبي عظيم لكن مش هو الله يتوافق معاهم في الفكر ويفتكر نفسه بقي مسيحي ويضل لكن الحقيقه من غير مناسب ابدا ان يعتبر الذين لم يطعموا في جسد ابنه الوحيد في منزله الاولاد ورتبتهم ان ما كنتش هتيجي تبقى في الابن تؤمن بالابن، تؤمن في الاب والابن، تؤمن بالله الاب والابن. يعلن يوحنا بوضوح في يوحنا 1:12، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. ان يصيروا اولاد الله. يبقى غير كده مش اولاد الله. والحقيقه ان اليهود كانوا بيعتبروا نفسهم أنهم اولاد الله لكن لكن الحقيقة المسيح من البداية في يوحنا 8 كلمنا عن يوحنا واحد وعن المسيح هو الحياة وأنه نور العالم وأنه كون به العالم ويوحنا واحد 12 الحالة لما يعني نكمل في إنجيل يوحنا نلاقي أمور عظيمة عن المسيح وإعلان لاهوت المسيح من خلال أمور كتيره جدا عشان كده يعني لما تحب تقدم الانجيل لشخص قدم انجيل يوحنا لان هو اللي بيتناول جانب اللاهوت لشخصيه المسيح ممكن حد بيؤمن بالمسيح انه شخصيه عظيمه جدا واعظم الانبياء و لكن ما كانش يؤمن ان هو الله الظاهر في الجسد يبقى باطل ايمانه ما كانش يقبل عمل الله في المسيح اما كل الذين قبلوه قبلوا المسيح مخلصا اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله الحقيقه انه لا يمكن ان يدعى ابن الله حقيقي الا قبل عمل المسيح فالمسيح اعلن انه الباب الباب الوحيد اعلن انه الطريق مش طريق من طرق كل الطرق مش عارف تؤدي الى روما والكلام اللي بتقال ده الحقيقه مش كل الناس اللي عندها اخلاق في ناس عندها اخلاق عاليه جدا والمشكلة ان كمان لما يبقوا ناس يعني ولاد ربنا بس سلوكهم وحياتهم يعني لا يمجد الله والبئتانين تلاقيهم كده مؤدبين وعندهم اخلاق عندهم اخلاق يا عيني عليهم ويروحوا بيها النار مشكله كبيره جدا لانه في الشيطان بيحط فينا ويحط في الانسان عموما يعني البر الذاتي والاكتفاء باعماله والاكتفاء بحياته وبعدين مش كده وبس التصور انه بيعبد الله لكن الواقع انه بيعبد اله غير الله الحقيقي يمكن دي كان اكبر مشكله واجهت اليهود مع المسيح يوحنا 8 ده في صراع جامد بين اليهود والمسيح فيوحنا 8 46 بيقول لهم من يبكتني على خطيه وبعدين بيبتدي يعلنهم هم بيفتخروا في الاول ان هم اولاد ابراهيم لكن نبص لا لما تقرا يوحنا انجيل يوحنا الاصحاح 8 تكتشف ان المسيح ببساطه بيوضح لهم انتم مش اولاد ابراهيم اولاد ابراهيم الحقيقيين هم الاولاد الروحيين اليهود كانوا بيفتخروا نحن من نسل ابراهيم نحن مش عارفين إيه. نحن لنا المواعيد ممكن فعلا ممكن معلش دي ممكن تكون فكره خياليه زي ما بيحصل الحقيقه بيحصل طبعا حاجه بس زي ما بقول انها فكره خياليه ان واحد يجيب النسل بتاعه انا فلان ابن فلان ابن فلان ويطلع في الشجره كده لفوق واحد يهودي يعني او حتى من اي ديانه اخرى انه في الاخر انه ابن ابراهيم ببساطه انت ابن ابراهيم حسب الجسد انت ابن ابراهيم حسب النسل دول مش اولاد ابراهيم الحقيقيين اليهود من ضمن الحاجات اللي خلتهم صاروا على المسيح وابتدوا يتضايقوا ان هو طلعهم مش ولاده ابراهيم ولما يعني الحقيقيين وبعدين اكتشفوا ان هم طلعوا ولاد على زبول فطبعا يعني ثاروا من الغضب وابتدوا بقى ايه وبعدين ابتدى المسيح يتحداهم من منكم يبكتني على خطيه انا جاي اقول لكم الحق انا هو الطريق والحق والحياه لا يدخل احد الى يعني الى الاب الا من خلالي انا هو الباب انا هو الطريق اعلانات الرسل في الرسائل او في الاناجيل عن المسيح تؤكد انه الطريق الوحيد ولكن في الشواهد اللي خدناها المسيح بنفسه يعلن انه الطريق الوحيد اذا قابلت حد من شود يهوه او لقيت حد لا يؤمن بانه المسيح هو الله او يقول لك انا بؤمن بالله ويقول لك ايات من العهد القديم واحيانا حاجه كده من العهد الجديد يقولها كده على الماشي وتكتشف في الاخر انه عمال يستخدم شواهد من العهد القديم وتكتشف انه الشهود يعني خد بالك من الموضوع ده انت مفروض كدارس تبقى تاخد بالك انه من غير المسيح الله الظاهر في الجسد فليكن اناثيما ليكن مرفوضا ناخد بالنا من الحاجات دي عشان هلك شعبي من عدم المعرفه ربنا يدينا ان احنا يكون عندنا المعرفه الحقيقيه والعلاقه الروحيه الحقيقيه مع الله الرب يبارك